مو شايفين انه كل هالشي غلط وانتو عم تغشوا مرت عمي بهالطريقة هاي؟ ايه هذا غش صح، معك حق غش، والاختبار كمان مو عادل. مزبوط، بس ماني شايفة هيك. انا هيك شايف لانه أخي. امي بدل ما تناقشينا هلا، نحن عملنا هيك لانه اذا ما نجحتي بهالاختبار وقتها لازم نروح و... رح انجح. متأكدة؟ لا بس ما بتوقع انه يمشي الحال. اها ليك اخي اعطيها هذا الظرف بالاول. إيه. يلا لو سمحتي بلا نقاشات، اقري شو مكتوب. يلا يا بهيج درويش ورشيد، انتو ما عندكن اي ثقة فيني؟ ما يا ماما الشغلة مو شغلة ثقة ولا لا، بس انتي بس انتو هيك عم تحبطوا الثقة تبعي بهالحكي هاد. لا تتصرفوا بهالطريقة معليش. تأكدوا اني رح انجح بهالاختبار وخلوا ايمانكن قوي لو سمحتوا، لا تتوتروا عن جد. ماشي بالإذن. غالية، هدول الرسائل رح يحددوا مستقبلك، فكري مرة كمان. هذا اختبار أمومي بالنسبة إليك وانتي مو مواجهتي ابدا. مرت عمي الامومه مو بس اني اولد ويكون عندي ولد، لو كانت هيك ما كان حدا قال على حواء امنا. انت كثير شاطره بالحكي، بس تذكري منيح انك مانك الاذكى، وفكري مره اخيره كمان. جاهزه لهذا الاختبار؟